اول ما خرجت من البيت لقيت الدنيا غيمت، بس كانت شمس قوي وانا جوه. فانا عارف ان يوم التصوير فعلا لما بنزل اتصور بعرق، بيبقى شكل اللي هو يعني حاجه فضيحه. باخد معايا لبس احتياطي. يا ريت تفضل كده غيمة عشان اعرف اصور لكم بمزاج. النهارده انا هتكلم عن حاجات مهمه جدا في الفورمه وعن الجيم وحاجات كده، بس ما تفتكروش اي حاجه من اللي هقولها النهارده دي ممكن تتعمل من وانت قاعد في بيتك وهتعمل فورمه وانت قاعد على الكنبه. مستحيل، مش هتحصل. اتفرج على الفيديو ده عشان الفيديو ده هيفرق معاك جامد. بعد اخر فيديو احنا صورنا في جنينه اللي شفتوها، جنينه الاندلس. احنا في جنينه اسمها جنينه السوق في روض الفرج. الجنينه رهيبه. انتوا بقى اتضايقتوا من ان في هز مثلا ولا حاجه في الفيديو، معلش، بس احنا هنصور وهنمشي في المكان. مش عارف هي هتبان لكم ولا لا، بس انا كتبت الاسئله بتاعتكم كلها هنا. مش كلها طبعا، يعني الاسئله اللي هي فيها اسئله كده ممكن تجمع كذا حاجه في بعض كتبتهم، والراجل اللي هيجاوب على الاسئله دي هو اللي هيصور معاه الفيديو. بس انا قاعد اتفسح شايف الجنينه كده لحد ما هو يجي. ايوه، لا هو عامه مش هيعرف حق، يعني الموضوع اصلا بسيط. معلش يا جماعه، يعني ما لحقتش اقدم الراجل العالمي ده، محمد. هسيبك انت طبعا تتكلم عن القصه قدام، لان انا قلت لهم ان احنا لازم نمشي في الجنينه، مش هنقعد من حلاوه الجنينه. الجنينه دي عندنا احنا بقى، احنا ايوه. بس انا هجي لك كده عشان اعرف امسك الترايبود مظبوط. ايوه، يعني انا هخش، انا مش طالع عليهم، لان هم طبعا انا قلت لهم ان احنا هنتكلم على حاجات في الجيم وبتاع والسبلمنتس وكده، فطبعا مش عايزين يسمعوني بتكلم في اي حاجه اللي هو انجز. دلوقتي انا عايز اعرف الاول عنك، لان انا طبعا انا يعني من جهلي، مش عشان هي اللي مش معروفه، من جهلي انا ما كنتش عارف، ما شفتش البيج بتاعت جيم ايجيبت، وبعد كده دخلت عليها. يعني ما شاء الله اتصدمت من قوتها ومن كميه الناس اللي يعني بتتفاعل معاها وكده. الصفحه زادت. ايوه، اتطورت كده لما انت دخلت. ربنا يخليك يا حبي. فالراجل المحترم ده قال لي طب ما تيجي نتكلم في حاجه. طبعا انا يعني اي حاجه فيها تمرين رياضه فرهضه فاهم، هتلاقيني دايس فيها وشها. دلوقتي انا اصلا كاتب كل الحاجات اللي هم عايزين يسالوها، او مش كلها طبعا، منقي الحاجات اللي هي اللي فاهم اللي فيها الزبد اللي تعرف تشمل كذا حاجه. بس انا الصراحه البيج عايز اعرف، لان في ناس سالتني قبل كده ازاي اعمل صفحه وتكبر بتاعت او بتاعت فيتنس بالذات، لان هو الموضوع دلوقتي بقى في ناس كتيره جدا بتطلع تعمل بيجات فيتنس وتمارين وبتاع، بس بيقف مش عارف يعمل ايه ومش عارف يكمل ازاي. فانا عايزك تحكي لي اصلا الموضوع ابتدى ازاي. بص، البدايه طبعا في واحد مؤسس الصفحه دي اسمه كابتن طارق تيتو. اوكي، طارق تيتو هو اللي ابتدى الموضوع. كانت لسه هي دوبك حوالي 50,000، وابتدى بقى ان هو يجيب ناس. اوكي، فكان اول يجيب ناس ازاي بقى؟ يجيب ناس ادمن معاه يساعدوه. يعني هو الموضوع خلاص يا جماعه، انا معايا صفحه 50,000 وبقى لي فتره كبيره طبعا طلعها وابتداها، عايز يكبرها. اوكي، يعني كل الصفحات بتقف عند، تلاقي في ليميت معين كده انا بقف عنده، ما بقدرش بعد كده اكبر الصفحه بتاعتي. فاهم. بمنتهى الصراحه ان انا كنت بشوف اللي طلعنا ان انت بجد بتعمل حاجه خدميه للناس. يعني يعني انت اي حاجه بتبتدي تعملها اللي كان موجود، لا اما صفحه بتروج لمنتجاتها سبلمنت، اوكي، لا اما صفحه بتروج للجيم بتاعها. يعني انا مش حاجه جيم عايزه تفيد فعلا، انا مش عايزه افيد. هو الفانز بتاعك قوي. انت هو عارف انت عايز منه ايه، فعارف قوي اذا كنت انت بتفيده بجد لوحدك كده ولا بتفيده عشان حاجه. صح. تلاقي حتى لو هو هيقول معلومه، الناس بيعرفوها طبعا. وش حتى لو هو هيقول معلومه، لا هو بيقول معلومه عشان المنتج، او بيقول معلومه عن المنتج. صح. او بيقول معلومه عن الجيم بتاعه. صح. ابتديت ان انا ابص اتارجت الناس اللي انا عايزهم، ايه اللي انا محتاجهم. كانت فئه معينه كده اللي هي مثلا ايه، انا معيش فلوس اجيب سبلمنت، معيش فلوس اروح جيم كويس. انت جيت في اللي يعني يعني لقيت لكم الصفحه. هتلاقي الناس دي عندها عزيمه قوي انها تعمل اي شيء. صح. بس محتاجه معلومه. صح. او محتاجه مثلا تقول لها على طريق تاني. فاهم. ابتدينا بقى ان احنا نحول الموضوع. كان طارق تيتو ده اول ما طلع كان ليه بوستات دايما لحد دلوقتي اسمها صلي على النبي يا وحش منك كده. يعني لغه شعبيه شويه. فاهم.
دلوقتي احنا كده هنخش في حته بقى اللي هي السبلمنتس. انت انا بحاول السبلمنت للحاجه الطبيعيه للطبيعي يعني عشان ما احملش. بتقول يعني ان هو ممكن يبقى فيه ريبليسمنت للاكل الطبيعي بدل السبلمنت؟ بالظبط. اصل انت الناس عامه انت مش فاهم هما بيخشوا ايه. انا محتاجه بس لو انا مش معايا امكانياتي لا انا هطلع من غير سبلمنت وهطلع من غير مكملات. أوكي. وهقدر اوصل للي انا عايزه. تيجي الحته دي حلوه وظريفه وبعيده عن اللي انت عايز نقعد. طبعا الراجل واخد 3 ارباع المكان واخد يا راجل عشان بس حدش فاهم يعني يعيب عليا دلوقتي. بس معلش كمل بقى. كنت بتقول انت بتلاقي في السبلمنتس ممكن تاخد حاجه يعني زي بديل من الاكل. ابتدت كمان ان احنا بقى ايه نكتب اسعار. يا جماعه انا مثلا الوجبه ب 10 جنيه كان وقتها. ابتدي ان انا اقول له لا انت هتجيب مثلا حسبه اي خضروات مع علبه تونه مثلا نوع كذا مع مثلا بطاطا. انت كده دخلت الكرب واحسب له بقى انت دخلت الكرب قد ايه والبروتين قد ايه وفي نفس الوقت اللي هي يعني انتوا كمان بتعملوا بروجرامز تمارين وسوري اكل و انت اي كامل. حد احنا كلنا بناكل نفس الاكل ده اللي هو الكرب والبروتين والفيتامين فاهمني والدهون. الدهون طبعا مفيده اللي هو مثلا لو انت معكش للكاجو ولا مش عارف ايه طب خلاص هات سوداني هو فاهمني. انت لازم تدخل هو خطير اصلا عشان الاوميجا 3 وبتاع والحاجات دي. صح. بس انا بحاول اوفر خلاص. ما انت لازم تعمل حاجه. فابتديت ان انت بقى ايه الحاجات دي كانت بتتعمل على كفر كده فاهمني وتبتدي انها تعمل شير عالي قوي يا جماعه. لان انت كنت بتحطوا معلومات ببلاش ورخيصه وتعمل فورمه. فانا يعني عاوز اكتر من كده يعني. بعد كده بقى ان انت طب لان النت في الوقت ده كان مليان تمارين بس. صح. وانت التمارين تقدر تنفذها في اي حته. صح. بس نبدا ماشي. لو انت عايز تبدا ما عندكش وقت ومش فاضي ومن 10 شغل يا كابتن ل 10 وبتاع ابدا. كل ما بسال حد او الناس اللي بعتت بتسال اسئله بيروح قايل لي بقول لك ايه انا عايز اعمل فورمه وفعلا مش نازل من البيت وفعلا مكسل ومش عارف اللي هو ايه ده. انت بتحطمني يعني ليه؟ طب انا انت إيه؟ تفتكر انا هعمل ايه يعني؟ انا هقابل الراجل اقول له ايه روح لو سمحت النمره دي العنوان ده نزل الراجل من البيت. انا كنت كان بيجي لي حد يقول لي وهعمل دايت وهاكل حلويات وما تقوليش ما تاكلش شوكولاته وما تقوليش. اقول له لا في ساحر إيه في اخر الشارع هو ده ممكن يحل لك القضيه مش انا خالص. في اخر هنا رود الفرج في ساحر في حد هنا في حاجه. انما يعني انت لازم تتعب. انت قعدت طول حياتك عشان سوري مثلا يبقى فيه كرش ولا مش عارف قعدت بقى متمتع مبسوط كتير قوي مبسوط كتير قوي. لا دوس بقى شويه. صح. قبل انا ممكن اقول لك على حاجه يعني انا اعملها زي حدوته كده ممكن تلخص لك اسئله كتير قوي. ممتاز. بص اي شيب عشان انا عارف الناس عايزه ايه. ممتاز. اي شيب معين او انا عشان اعمل حاجه او اتخن او اخس او اعمل فورمه او الكلام ده كله بيعتمد على حاجه واحده بس اللي هي السعرات الحراريه بتاعتك. صح. اسهل حاجه عشان ما حدش يلف نفسه وزن جسمك في 24. تمام. الناتج اللي هيطلع ده لو انا جسمي عاجبني يبقى الناتج اللي طالع من السعرات الحراريه ده هو اللي هخليه همشي بيه. بص انا لو ضربته مثلا في 100 هيطلع مثلا 2400. أوكي. اللي هو الوزن بتاعنا مثلا 2400 سعره حراريه. طب دول هيعملوا فيا ايه يا محمد؟ هيتخنوني ولا هيخلوني اقل في الوزن ولا ايه؟ لا دول هيخلوك زي ما انت. تمام. لو انا عايز ازيد بزود مثلا 500 ممتاز. 600 700. لو انا عايز اقل بقلل منهم 500 600 700. اللي هيعمل لي شكل. في ناس بتلاقي ان هو يعني بيطحن نفسه تمرين ويقول لك مفيش فايده. أو ياكل كتير قوي وما بيتخنش فهو بالظبط. انما اللي هيعمل لي شكل هو ال 2500 دول دخلوا منين؟ دخلوا من بيتزا ولا دخلوا من حاجات مشويه حاجات مسلوقه بروتين كارب قسمتهم؟ تمام. هي دي النقطه. هي اللي بتدخله هنا هو اللي بيبان هنا. صح بجد. هي كده بالظبط. دخلت هنا اي حاجه طول ما انا ماشي في الشارع مش حارم نفسي هتلاقي خلاص انت برضو مش حارم نفسك وملزلز وحاجات مزبوط كتير قوي سواء برضو ولد او بنت او اي حاجه. صح. انت الموضوع طب ازاي وصلت ما شاء الله عندهم بتاع 2 3 مليون تقريبا حاجه كده؟ لا 6.5 مليون اصلا. معلش انا اللي ما بشوفش. طب دلوقتي انتوا وصلتوا في العدد ده في قد ايه؟ احنا مثلا بادئين بقى لنا 4 سنين وحاجه كده ما شاء الله. يعني هي ما بتجيش في سنه وتبتدي تقول بجد ما فيش امل. وبعدين بقى على فكره برضو انت في الاول ممكن تكون بتطلع جامد جدا وبعد كده بتبتدي بقى الناس اللي بتقلد. وانت عارف اللي هو لو انا فتحت مثلا هنا جيم فالصبح الاقي هنا برضو جيم. صح. انا فتحت هنا مش عارف ايه في الصبح الاقي. لو ابتديت بجد باخلاص ان انت بجد تعمل حاجه للناس هتلاقي نفسك انت مختلف تماما وهتلاقي نفسك. صح. بجد ربنا بيكرمك. انا مثلا في الاول عشان اخش او ابني معاهم جيم ايجيبت كان في موبايل كده اسمه اس 4 زوم. آه. كنت مثلا انا اعرف ان النهارده انا كان علاقتي اصلا بالابطال كويسه فابتديت بقى ان انا خلاص ما عارفي بقى ان احنا فين يا جماعه اللي اتحبوك اعمل بطوله في الحته الفلانيه اخد الموبايل واروح اصور وانزل. خلاص ابتديت ان انا اعمل يوتيوب وانزل عليه والابطال تعرف ان في حد بيصورنا معقول لان بجد اللعبه او اي لعبه فرديه.
مهملة تماما. طب عايز اسالك على حاجه على الموضوع ده. انت الفتره دي انا يعني انت اكيد ملاحظ برضو بقى خلاص انت ممكن تبقى ماشي على البحر تلاقي 10 فرم، دي اكتر نسبه فرم بتشوفها هنا في مصر. انت لو رحت اي حته بره ما تلاقيش فيه مثلا الشط كله فرم، في حاجه عجيبه. انت الموضوع ده بالنسبه لك يعني حاسس ان هو قشطه الرياضه حصل فيها توعيه احسن فالناس هتبتدي تشوفها، ولا حاسس ان هو لا كده الموضوع ده؟ بص خلينا ابقى صريح معاك، الموضوع فاهم قصدي. انا فاهم قصدك، هو طبعا ان انت تبقى رياضي وشغلك كويس دي حاجه كلنا بنتمناها اكيد، بس الطريقه ان انت اللي انت طلعت بيها للفورمه دي برضو دي بتاعتي، يعني بتاعت اللي عمل الفورمه، فاهمني؟ انت اذيت نفسك وطلعت نفسك بسرعه وعايز تستعجل، وهو للصيف الجاي انا لازم ابقى فورمه، فانت بقى خلاص عشان تلحق تعمل الفورمه، ولا انت بجد عامل فورمه حقيقيه وتعبان فيها وبقالك سنين وبتاع عشان تحافظ على، اصل انت شايفه من بره كويس فين؟ يعني انت شكلك من بره جميل، انما الاجهزه من جوه الدنيا ممكن تكون متدمر صح بسبب الحاجه دي. بس دي حاجه شخصيه، انت حتى لو بتاذي نفسك انا ما اقدرش اقول لك انت بتاذي نفسك ليه، بس انا بنصحك اصبر وهتيجي صح. بس هو انا عايز اجيبها دلوقتي، طب ليه؟ ما واحده فاهمني. وبعدين اللي بيجي بسرعه بجد صدقني بيروح بسرعه صح، وما بتعرفش تجيبه تاني غير بضربه زيها. لازم هتفضل صح. انت طول عمرك اسير للضربه دي عشان انا عايزك تستفيد الاول بالحاجات الطبيعيه اللي في جسمك قبل ما تدخل السبلمنت، فاهمني؟ طب ايه احسن سن الواحد يبتدي فيه ممكن ياخد سبلمنتس؟ هو بس هو كل حاجه زي ما مكتوب على العلب بتاعه المكملات اللي هو 18 سنه تمام. ثقافه المكملات عندنا هنا بسبب بقى موضوع بيخلطوا كتير ما بين المكملات ومن الاسترويد، هيقول لك لا ده بيجيب عقم. بس يعني اكيد برضه طبعا لازم الواحد يشرب معاها ميه كتير عشان في حاجات معينه، مثلا يعني مثلا الكرياتين ده هو بيشتغل على الميه اللي في العضلات، واللي بياخد الميه اللي في الجسم كلها يحطها في العضلات اوكي. فانت جسمك بيبقى محتاج ميه كتير جدا، فانت لازم تشرب الكلى لازم عشان تفضل تشتغل، لان الكرياتين ده اصلا الكلى اللي بتصنعه، فلازم بالزبط. تضمن ان الكلى بتعمل الغسيل بتاعها الطبيعي والاي تي بي اللي هو المعدل بتاع الكرياتين صح. وحاجات تانية كتير جدا، فانت بتبتدي ان انت تشرب ميه كتير زياده عن اللي انت المفروض تشربه عشان ما تتأثرش بالكرياتين. طب انت بتحب الكرياتين عامة؟ بص هو الكرياتين بالنسبة لي في فترة الضخامة فما بيبينش التفاصيل العضلية بتاعتك، بيعمل الماس اكتر يعني يكبر لك العضلة، بالظبط يكبر الضخامة يخلي العضلة ضخمة جدا. بس على فكرة عشان معلش لازم بس يعني طبعا بعد اذنك يعني هوضح حاجة، هو الكرياتين مش بيعمل ضخامة عشان كده انت اللي بيبقى في العضلة نفسه مية محبوسة، لا الكرياتين بيخلي العضلة تحافظ على المية فيها، فالمية بتعمل ايه؟ بتخلي الخلايا على طول والفايبرز وكده اللي في جسمك بالزبط. كلها متجددة في العضلة سوري متجددة، تبقى كأنها فريش على طول، الخلايا فريش وبتاع، فاكر انها مية هفتح الاقي. فانت مثلا ايوه اللي هو انت بتعمل كده على فكرة دي عضلة مية، لا هو مش مية. هو بيفتكر لما واحد بياخد كرياتين ويلاقوه منفوخ يقول لك بص الكرياتين عمل فيه ايه. في ناس سألت هو الواحد ممكن يعمل جسم من غير مكملات؟ فانت طبعا رديت على السؤال ده، السيريوس ماس اي حد صغير 16 17 سنه بيروح نزل على السيريوس ماس على اساس ياخد سيريوس ماس. لا هو اللي هو بيبقى معتقد رايح للسيريوس هو بيبقى عايز ضخامه. فانت عندك بص خلينا نقول الاسم العلمي بتاع الحاجه اللي هي الجينر مثلا، الجينر هو اللي مسؤول عن الكلام ده كله، هو اللي مسؤول عن ان انت تبقى ضخم. اي حاجه فيها الجينر في الاخر بتبقى هي أوكي. فيها الحاجه دي. بس سيريوس ماس نفسه مش لا مش سيريوس ماس خالص تمام لا. طب بص في حد بيسال بيقول ايه اكتر حاجات ممكن تبوظ الفورمه او ما تخليش الواحد يشوف نتيجه؟ بص زي ما قلنا القصه بتاعت السعرات الحراريه، فكرك ما يبقاش اوزان بس. يعني انا هقول لك على حاجه، انا سوري الراجل اللي هو بتاع العتال اللي بيشيل ده ليه ما بيطلعلوش عضلات زيي مثلا؟ ممكن يكون بيشيل اكتر مني صح. الفكره كلها ان هو ما بياكلش كويس، هو صح. بيخلص عيني شقتين الفول وكوبايه الشاي وخلص بيقعد عليهم لحد ما ينام، وما بيركزش في العضله، وبعد ما بخلص باكل كويس حاجات تغذي العضله صح. فتلاقي ده هو حرق جسمه بيحرق بسرعه صح، والتاني حرقه برده ما اللي هو قليل، هو 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 جيناته كده. الكارديو طبعا ده مصيبه يعني ده فيهاش لازم احنا بص انا عارف ان احنا هتسقط مننا حاجات او مش عارفين نتكلم باستفاضه، في حاجات كتير جدا نفسنا نتكلم فيها، بس على فكره بجد بيك يا شعراء وانت بالذات بجد والله العظيم ونعمل مع بعض حاجات. انا على فكره ممكن بس عايز اخاف اقول كلمه ونرجع فيها، بس احنا ممكن نعمل كل مثلا شهر فيديو وانت ترتب فيه حاجات معينه نتفق عليها مع بعض، اي حاجه ليها علاقه ممكن نتكلم، ممكن نروح نصور في جيم، ممكن نعمل كل حاجه يا ريت. طب بصوا يا جماعه الراجل ده انت هتخش على الصفحه بتاعتهم بتاع جيم ايجيبت. طبعا انا هعمل حملتك مسؤوليه بنت كلبي دلوقتي، ف هي اي حد عايز يسال اسئله او حاجه ليها علاقه بالموضوع ده انا ما دخلتش في التفاصيل قوي، ممكن على الاكونت بتاعي بالظبط طبعا انا هسيب الاكونت بتاع جيم ايجيبت طبعا هو اكيد عارفينه اصلا، مش انا اللي مستجد، هم اكيد عارفينه بس هحطه كده كده، وبرده هحط البيج بتاعت محمد على اساس انت عايز اي حاجه الراجل ده يعني مش هيبخل عنكم باي حاجه باذن الله، ويا ريت برده ما تبخلش عننا كمان يعني.
حبيبي يا محمد والله العظيم مبسوط قوي ان انا شفتك ومعلش يا جماعه ان هو كان واخد مساحه اكبر مني يعني بس غصب عني يعني حبيبي يلا سلام